على المستوى الشخصي كنت بحب اروح اتفرج على مباريات الناشئين للنادي الاهلي عشان اتفرج على محمود الخطيب، ولو رحت لقيت الخطيب مش موجود في التشكيل باخد بعضي واروح. ده مبدئيا يعني، ده الخطيب اللي هو لعيب الكوره، ودي من ضمن الاسباب اللي خلت الخطيب يحتفظ بشعبيته هذه اللحظه. مهارات الكابتن خطيب انا اعتقد ان هي من المهارات النادره جدا اللي ممكن تمر على الملاعب المصريه. صحيح كان في ناس زمان في الاربعينات والثلاثينات يمكن ما حدش شافه بكتير، يقول لك الدزوي وعبد الكريم صقر و و و، انما احنا بنتكلم على اللي احنا الاجيال شافتهم، يعني يمتلك من المهارات اللي من الصعب انها تتواجد في حد تاني. كل لاعب له مميزاته، انما الخطيب اكتر من ميزه في كره القدم من الناحيه المهاريه. يمكن الناس ما شافتش الخطيب او شافت اهدافه اللي بتذاع على الشاشات، لكن اللي كان بيحضر مباريات الاهلي او مباريات الناشئين تحديدا النادي الاهلي كان يشوف ان الخطيب، لا الخطيب عايز اقول لك على حاجه، ما خدش حقه في الاهداف، لان في ناس ما شافتش اهداف كتيره ليه، لان بتتفرج على الاهداف اللي بتذاع ليه فقط. دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي شعبيه الخطيب بتزداد او بتبقى كما هي، سواء عند الاجيال القديمه اللي هي عصرته او حتى الاجيال الجديده. ده على المستوى الفني والمهاري. يعني انا اتذكر لي هدف في مباراه من الناشئين كانوا بيلعبوا ساعتها، مش ناشئين، كان الاهلي بيلعب معهد التربيه الرياضيه، كان ساعتها معهد، ومعهد التربيه الرياضيه ساعتها كان بيدوم بقى نجوم الكوره كلها في مصر بتاع الخطيب. الناس اللي اتفرجت على هدف مارادونا في مرمى انجلترا، الخطيب سجل مثل هذا الهدف من نص الملعب، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وحارس المرمى. وعايز اقول بقى من ان هو يعني بدل بعد ما رقص الجون، بدل ما بشماله يحطها كده، لا عملها بصباع رجله من رجله اليمين. يعني عايز اقول فجر كروي عمله الكابتن خطيب في الكوره دي. ده 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 ده, ده من الناحيه المهاريه اللي تخلي شعبيه الخطيب تفضل زي ما هي لحد دلوقتي. الاهم بقى من 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 المهاره والكلام ده، لان ممكن يكون في لعيبه كتير عندهم مهارات ولكنهم لا يمتلكون نفس ما يمتلكه الكابتن خطيب من كاريزما. صنعتها ايه الكاريزما ديت؟ ما هو شكله طبعا، انما احترامه للاخر قبل ما يحترم لنفسه. دايما الكابتن خطيب كده. وهقول يمكن واقعه اتعلمت انا منها شخصيا من الخطيب درس كبير في بدايه مشواري الصحفي. الخطيب انا بدايتي في اخر مجله اخر ساعه كان هو بيتولى الاجابه على اسئله القراء، بنبعت له اسئله القراء وهو يجيب عنها. وكنت انا متولي الموضوع ده بعد الله يرحمه احمد علام رئيس القسم. وبقى في صداقه مع كابتن خطيب من خلال التليفون، يعني يمكن ما اتقابلناش كتير. في يوم من الايام كنت بعمل باب اسمه النجوم اللي هم تعرف ايه خارج الملعب او خارج المستطيل الاخضر، يعني تحب تاكل ايه وتشرب ايه. كان الحاجات دي ساعتها بتهم القارئ قوي، بيحبها يعرف ان النجم بتاعه بياكل ايه بيشرب ايه يتفرج على فيلم ايه، مين النجم المفضل. فطلبت من الكابتن خطيب ان انا اعمل معاه حوار من النوع دوت، فاعتذر لي ان هو كان في الاهلي مسافر. طب لما ارجع محمد رجع، طب محمد انا معلش الاصابه ورجليا وبتاع، طب المهم مش عارف اخد منه معاه. فانا بالصدفه لقيت مجله عربيه فيها حوار كبير قوي للخطيب وفيها جزء كبير قوي من نفس الحكايه، اكلتك المفضله ولنك المفضل وكده. قلت له بقول لك يا كابتن خطيب في مجله كذا كذا، طب انا هاخد منها الجزء دوت وهتديني بس سؤال او اثنين اضيفه عليهم وانا بطريقتي. قال لي لا، اعتذر. قال لي ما ينفعش ان انا لازم اي حاجه لازم انا اقولها بلساني تاني، وما اعرفش اللي كانت مكتوب عليا او اللي انا كنت قايله ده كان ايه. قلت له اقراه لك. قال لي لا برضه. بحب طبعا وبضحك وبتاع. ومن ساعتها اتعلمت انك انت ازاي تبعد عن اي فبركه صحفيه. ده كان درس من الكابتن الخطيب. الحاجه الثانيه انك انت لما الخطيب يشعر انك انت كتبت عنه كلمه بصدق ما فيهاش رياء ولا نفاق، اول ما يرفع السماعه تليفون ويكلمك عشان يشكرك. دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي شعبيه الخطيب تزيد عند الناس او عند الصحفيين اللي بيتعاملوا معاه. ما هو انت يقول لك تعرف فلان، لا عشان ما تعرفوش. اللي عاشر الكابتن الخطيب يعرف ان ليه شعبيته موجوده لحد دلوقتي من الاخلاق ديت. ان انا في يوم من الايام وانا في الاهرام بكتب لحظه من فضلك، طلعت اشاعه عن الكابتن الخطيب انه بيستخدم تليفون الدوله في مكتبه عشان يعمل اتصالات مع اللاعبين المحترفين في الخارج ومنهم احمد حسن عشان يجيبهم من النادي الاهلي، وان الفاتوره مش عارف 600,000 جنيه والكلام ده كله. وانتظرت ان حد يرد او حتى من الاعلام الاحمر ان هو يرد، يعني هو المفروض هم اولى ان هم يردوا عليه يعني يردوا له يعني. ما لقيتش حد بيتكلم، فقعدت ابحث جوه الاهرام تحت تت 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 لحد ما وجدت ان الخطيب اصلا ما عندوش تليفون دولي في مكتبه. يعني ما عندوش تليفون دولي اصلا في مكتبه، دي كل دي اشاعه. كتبت مقاله لقيت الساعه 11 الصبح يوم الجمعه، كانت اهرام الجمعه دي يعني مسمعه جامد. لقيت زوجه الكابتن الخطيب الدكتوره هي اللي بتكلمني، استاذ محمد وبتاع وعايز اشكرك وبتاع، والخطيب
عايز اكلمك. فاكر انا متشكر يا محمد والكلام ده كله. وحتى انا سمعت بقى الدكتوره بتقول جات من الغريب ما جاتش منك، يعني جات من واحد من المعسكر الاخر، ما جاتش من المعسكر الاحمر. ده الخطيب الانساني. الحاجه الثانيه بقى، عاصرت الخطيب وهو مدير اداره النشاط الرياضي هنا في الاهرام، وكنا بننظم بطولات الاسكواش في الغردقه، فهناك كنا بنقعد مع بعض كتير قوي. الخطيب حتى وهو بيتكلم معاك في كلام مش هيتنشر، لان كل الاعداد معاه كانت اوف ذا ريكورد مش للنشر، سواء هو او كابتن حسن حمدي، وعندي من الكلام والموضوعات والاسرار كتير قوي، ولكن طالما كانت في اطار الدردشه يبقى مش للنشر. لم يعني ما مسكتش عليه مره لفظ قاله على حد وهو عارف ان الكلام مش هيتنشر، وان هو بيددش مع محمد اخوه او صديقه، ما عمر ما مسكت عليه ان هو قال على حد لفظ مسيء، او انه حكى حكايه على حد عشان يثبت لي ان هو مثلا انسان افاق او انسان كلامه مش واحد. لا، دايما كلامه على الانسان اللي مش موجود وكانه موجود في وسطينا. اعتقد يعني عشان ما اطولش على حضراتكم، دي من ضمن الحاجات اللي تقول لي شعبيه الخطيب ليه مستمريه لحد دلوقتي. نجوميته، مهاراته التي لن تتكرر، مفيش مهاره بتاعت لاي لعيب بتتكرر، يعني سواء هو كابتن حسن عالم وجريشه، كل واحد له مهارات. انسانيته، لان انا في مواقف كتيره طبعا ما ينفعش الواحد يحكيها، ان لو قابلك في حته يسالك على ثلاثه اربعه كانوا تجمعهم صداقه معينه عاملين ايه، ولو بتقابلهم وسلم عليهم والكلام ده كله. زي ما بقول لك على اهم، انه اللسان اللي هو ما يخليه متعفف عن ان هو يذكر اي حد بسوء، فعشان كده شعبيته بتزيد ومش بتزيد ايجابيا، لان ممكن شعبيه واحد تزيد سلبيا، لا ده شعبيه الكابتن خطيب بتزيد ايجابيا، وعشان كده هو كان وسيظل اسمه محمود الخطيب، اللي هو يعني حبيب جماهير الاهلي والزمالك والاسماعيليه والاتحاد، وفي اي مكان بيروحوا بيتم استقباله بشخصه مش بصفته. خطيب انت بتستقبله بترحاب الناس مش عشان هو رئيس النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي من 4 سنين او 3 سنين، لا، بتستقبله عشان هو اسمه محمود الخطيب.